Le projet, il s'agit d'une route qui divise le parc, qui divise le forêt de Rad Salafni. Un projet qui a choqué toute la population de la banlieue sud. علاش خاطر الغابة هي سيت ان بوتنسيال بالنسبة للناس الكل والناس الكل شادة فيها صحيح باش تحافظ عليها ومش باش تقسمها في اثنين. اليوم في البلان داكسيون تاعنا قلنا الغابة مش توا برك معناها مش خاطر فهمها البروجي برك الغابة نتاعنا ومادام نتاعنا معناها من حقنا باش نكونوا فيها اتو مومون اي دورغانيزي بليزيور ايفينمون و دون دون لو بلان داكسيون تاعنا قلنا كل تو لي 3 سمين باش نعملوا ان ايفينمون سي لو بروميير ايفينمون تاع دو ليتي هو يوم تنشيطي بالنسبه للصغار حابين نجيبوا صغيرات باش اترافيغ دي بتي جو نحسوهم بالغابه واهميه الغابه من الناحيه البيئيه و اون ميم طون اون بروفيت باش والديهم يبداو مطمنين على صغارهم باش هما يسمعونا. احنا عاملين بحملات تحسيسيه على مستوى العريضه اللي قاعدين موجوده تلقاها على النت ولا تلقاها ورقيه، هذه الحاجه الاولى، ثاني حاجه الاتصالات اللي نقوموا بهم يوما والشباب نتاعنا بالنسبه للمتساكنين، ثالث حاجه نجيو لهوني للبارك وندخل اللي البارك احنا نعتبروه نتاعنا وبالتالي من حقنا باش نكونوا فيه، وهذاك علاش اليوم هذايا جينا هوني للبارك هذايا باش نفرحوا بالصغيرات وباش نعملوا تنشيط ثقافي وبيئي وباش نقولوا لهم الفضاء هذايا راهو غالي علينا وراهو يلزمو يقعد، دونك هذا جاي عمليه تحسيسيه بيئيه للمتساكنين ورواد البارك هذايا اللي كونوا لابد ان نحافظ عليه. من جمعية واحدة ولاو زوز وثلاثة توا احنا ائتلاف كامل نتاع جمعيات براتيك بو 20 عملنا ان انسومبل داكسيون اونيتي بريزون دان لي ميديا بور دير نو ا سو بروجي دا مش خاطرنا ما نعرفوش قيمة الطريق وشنو المشاكل باش يحلهم مي نحبوا طريق يراعي الجوانب البيئية. انا مش من السكان لهنا قريب الرادس المنتزه معناها غابة رادس نسكن في المروش اما المنتزه معناها عنده اهميه ياسر معناها كي انا باريكزومبل كنت صغير نجي لهنا يجيبوني العائله لهنا نلعب ونكور وحتى لتوا نعمل جريه مع الاولاد نعمل دوره لهنا وكي كانوا زاد ساعات الحيوانات كي كنت صغير نجي الحيوانات يا حسن ما عادش موجودين ديجا همشوا الغابه ومعناها المنتزه همشوا ما عادش كيما قبل اكثر من مجرد بارك خاطر الكلنا عنا فيه دو سوفينير والكلنا لعبنا فيه والكلنا عشنا فيه واحنا صغار والكلنا معناها لعبنا فيها كره معناها وتراه قاعد توا قاعد يضيع هذا الكل قاعد معناها لكي هذا اللي هو نتاعنا غابتنا غابتنا احنا معناها حسينا فريمون غابتنا لكي هذا قاعد يضيع لنا توا بشويه بشويه اهم حاجه هي اني باش نعملوا ايفينمون تو لي 3 سيمين دونك هذا بدينا باليوم التحسيسي معناها سي اون جورني دو سنسيبيليزاسيون سيتويان ومن بعد باش نعملوا دوتر اكسيون دون 3 سيمين منهم تورنوا نتاع باسكيت فما سينو تورني دو فيلو في البارك والا جروب دو مارش فما برشا دي جروب دو مارش من رادس ومن ميغرين يجيو يعملوا دي معناها المارش على رويهم احنا باش نستغل وجودهم بوغ انونسي معناها لو بروجي نتاعنا وباش نقولوا اللي لو بارك اللي تانو و اوني لا معناها ما تنجمش نسموه بصيف علينا هو بعد معناها رفض الوزير التجهيز للاحتجاجات الاولى اللي جرات فما مسانده من وزاره البيئه من وكاله وطنيه لحمايه البيئه باش ما نصورش نحبش نخليه ولا المشروع هذا يكمل احنا ساعين وعندنا مقترحات بديله للوزاره كان جات مرحبا نعاونوها وبلاش وما عندناش مزيه لبلد بلادنا وهذا مصلحه اجيالنا إذا كان ما يحبوش فالقضاء بيننا